السلام عليكم. بغيت نسولكم، اذا كنتم ديما اللي كتسولوني، علاش في نظركم كنقولوا لكم سيروا تبرعوا بالدم ديالكم؟ علاش ديما كنديروا لكم حملات تحسيسيه باش نقول لكم بان الدم مهم تعطيوه للناس واحد اخرين؟ حيتاش الدم ما عنده ثمن، الدم ما نقدروش نصنعوه في المختبرات، وكاينين الناس اللي واقفين عليه. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا شنو هو المكونات ديال الدم ديالنا، وشنو هما المزايا عليك نتايا على هذا التبرع ديال الدم، باش ما دار لكمش وما دارش الناس كاملين لايكا. قول لي بعدا على بس. اول حاجه بغيتكم تعرفوا انه الجسم ديالكم فيه ما بين 5 حتى 7 ديال اليوترو ديال الدم، اللي كيشكل لينا تقريبا واحد 8% ديال الوزن كامل ديال الجسم ديالك. والدم ديالك لداخل فيه 4 ديال المكونات الاساسيه اللي مهم تعرفهم. اولا الكريات الحمراء، هاد الكريات الحمراء دايرين بحال الطاكسيات، هما اللي كيشدوا لينا وكيديروا لينا الترونسبور ديال الاكسجين ديالنا باش يوصلوا للخلايا. بيو بيو بيو. الكريات البيضاء دايرين بحال البوليس والجدارميه والقوات المساعده والبومبيه، هما اللي كيحميو لينا الجسم ديالنا وكيدافعوا لينا ضد الميكروبات. كاينين الصفائح، هاد الصفائح هادو دايرين بحال البنايه والملاسه، هما اللي كيفما كتكون شي جرحه كيمشيو تماك با 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 باش يسدوا لينا الجرحه وما يبقاش الدم غادي وكيفساد وكيضيع. وكاين البلازما، البلازما كتشكل لينا تقريبا 55% ديال الدم، هو كيعاون على هاد الكريات الحمراء والبيضاء والصفائح على الخدمه ديالهم وكيساعد على النقل ديالهم. اللي كيطراني هو بعض المرات الانسان ملي تيكون في السبيطار تيكون محتاج للدم، ملي كيدير مثلا شي حوادث سير ولا تيكون فيها شي امراض مزمنه بحال شي سرطانات ولا تيكون واقف عليهم باش يدير شي عمليه جراحيه، ضروري خصنا الدم في ديك اللحظه وما يمكنناش نمشيو نصنعوا له. يعني خصو يكون عندنا الدم موجود، وباش الدم يكون عندنا موجود خصنا حنا نمشيو نعطيوه ويكون عندهم ويوجدوه ليه مين يحتاجه هو. وملي كتعطي الدم نتايا كاينين بزاف ديال الفوائد على الجسم ديالك. اولا كيساعدك على تنشيط الدوره الدمويه، ثانيا تحفيز ديال النخاع العظمي وتكوين ديال الخلايا ديالك. وهذاك المتبرع ملي كيعطي الدم تيكون اقل عرضه على امراض ديال الدم ديالو بحال السرطانات. بونافير كتعطي وكتاخذ، ها وتكون عندك اجر كبير مع الله سبحانه وتعالى. واصلا في هذه الحياه هذه كل ما عطيتي كل ما غادي يجيك. دابا غادي نشوفوا شنو هما الشروط اللي خصهم يكونوا فيك باش تقدر تعطي الدم ديالك. اولا العمر ديالك يكون ما بين 18 حتى 60 عام، الوزن ديالك اكثر من 50 كيلو، ما يكونش عندك شي مرض مزمن ولا مرض هو معدي، ضروري تاكل قبل ما تعطي الدم ديالك. لي تاتواج ولي بيرسينغ سينو 4 شهور عاد عطيو الدم ديالكم. المراه اللي كانت حامله ساين ما تعطي والو، ولا ولدات ساين واحد 6 شهور. الا كنتو كتاخذوا لي زونتيبيوتيك ساين جوج سيمانات، ولا كانت فيك السخانه صبر واحد السيمانه عاد عطي الدم ديالك. بالنسبه للناس اللي فتحوا داروا شي عمليه صبروا حتى نتوما واحد 4 شهور. هادشي كامل تنقولوا غير باش اننا نحاولوا ما امكن نعطيو الدم لشي ناس اللي محتاجين في الدنيا هذه. وما تنساوش ان الراجل يقدر يعطي حتى 6 مرات في العام، والمراه تقدر تعطي 4 ديال المرات في العام بحكم حق الشهر اللي كتجيها. اللي بغيت نقول لكم اليوم هو اننا خصنا ما نفكروش غير في راسنا، خصنا نفكروا حتى في الناس اللي دايرين بينا. هاد السيده اللي محتاج الدم يقدر يكون باباك ماماك اختك ولا اخوك الصغير. الا كنتي داير شي نهار ولا فكر كاع راسك ديرها انت يا رابيل نعطي الدم ديالي، اجي واحد النهار انت تحتاج الدم ديال واحد اخر. تهلا لي في راسك وما تنساش خلي لي الضحكه فين في وجهك. تشاو.